كانوا عندي 4 الوليدات، توفى لي واحد بقى لي، بقاو لي 3 الله يرضي عليهم. المهم انا شريت هذا البارطمان من عند واحد السيد كان معرفه، كان صديق العائله، شريت من عنده هذا البريطمان، تفاهمنا، عطيته التسبيق، عطيته التسبيق ديال 3,600,000 وقلت له نمشيو نتكاتبو. قال لي انا عندي واحد الظرف دابا، غادي نمشي غنسافر ونجي ما غنكونش حتى نجي، وديك الساعات نتكاتبو. تسني قلت له كي غادي نديرو دابا للدار اللي هي خاصها تخلص لي طرا وغادي يبقاو يجمعوا عليها لي طرا؟ قال لي غادي نمشي معاك للبنكة وغادي ندير لك تحويل، تبقاي انتيا تخلصي لي طرا بسميتك. داكشي مشينا درنا داكشي، بديت كنخلص لي طرا بسميتي. نهار جا بقيت كنقول له اجي نتكاتبو، كل مره كيعطيني عذر، كل مره كيعطيني عذر في شكل، حتى تمرت. ملي مرضت مشيت لعندو قلت له الله يجازيك بخير، انا راني مرضت دابا والاعمار بيد الله، ما عرفت واش عندي ولا عندك، ولا باش انت ما تخلي ولادك في المألم، لا توفيتي انت ولادك غيبقاو في المشاكل، ولا توفيت انا ولادي غيبقاو في المشاكل، دابا الله يجازيك بخير اجي نكملوا البيع والشراء ديال هاد الدار، يمكن نعطيك رزقك وانت كاتبه. قال لي واش غادي نقول لك؟ قال لي لا بغيتيني نتكاتب معاك حتى تدوز بعدا 5 سنين، ملي تكمل 5 سنين عاد اجي نهضروا. زاد ولادي قال لك ماما ما عندك ما ديري المشاكل، وغادي السيد دابا الفلوس عنده وداكشي، ما عندك ما ديري صبري. داز ديك 5 سنين مشيت لعندو قلت له الله يرحم الله يجازيك بخير دوز يلا نمشيو نتكاتبو. قال لي واكو كان كلام ولا كلام اخر؟ قلت له بحالاش؟ قال لي خصك تزيديني 3,000,000. قلت له ديالاش 3,000,000؟ قال لي انا تفهمت معاك 18,000,000. قال لي مليون ديال النوطير باش تكاتبت، ومليون قال لي ديال الضرائب، ومليون قال لي غادي تزيديه لي. قلت له لا تفهمت انا وياك 18,000,000 غنعطيك 18,000,000 هي اللي غنعطيك، ما غنزيدك حتى شي حاجه، دوزت مشيت تكمل معايا البيع. وقال لي ما غادي، قال لي وكنت بايع لك دابا وليت غير كاري لك. قلت له علاش؟ النهار الاول دخلت لدارك انا باي صفه دخلت لدارك؟ قال لي دخلتي لدار. قلت له واش دخلت كاريه ولا شاريه؟ قال لي دخلتي شاريه. قلت له ومنين دخلت وشكون اللي كان كيخلص لي طرا؟ قال لي انت اللي كنتي كتخلصيها. قلت له دابا رزقي. قال لي ونعطيك رزقك وخوي لي داري. قلت له مرحبا. قال لي مع 4 العشيه غادي نخلط عليك الدار وغادي غنجي عندك تما نعطيك فلوسك وعطيني ساروتي. قلت له مرحبا. جيت بالفعل جمعت الحويجات، مع ما عنديش الحوايج بزاف جمعت الحويجات. قلت له ولدي شوف غنشد، قلت له ولادي صبرتهم، قلت له ما نشد رزقي، ما مكتب لناش هاد الدار، غنشد رزقي نمشي نشري بلاصه اخرى. فجاء جاي يهاجم عليا هو وولدو وخوه وولد خوه، جا حيدوا لي الساقطه ما نطولش عليكم. المهم دخلنا في نزاعات، وصلنا للمخزن، وصلنا للبوليس، وصلنا جاو البوليس. المهم راه كلشي مكتوب في المحاضر. وصلنا حتى للمحكمه، وصلنا للمحكمه. ملي وصلنا للمحكمه دازت في الابتدائيه، دازت في الابتدائيه الجلسات الاولين، تحكمت في صالحي، تحكمت في صالحي. يعطيني 4,000,000 على 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 ديك 7 سنين، لانه هو عماين من مور ديك 5 سنين هو كيجرجرني، دير تعويض ديال ديك 4 سنين، ويعطيني 3,600,000 ديال التسبيق. صافي رضيت بها انا، قلت اللهم نص الخطيه وخا صلحتها، وخا قلت اللهم نص الخطيه ولا الخطيه كلها، رضيت بداك الحكم. كان بها كنتفاجئ مؤخرا، كنتفاجئ استانف، هو دار استئناف، وفي الحكم ديال الاستئناف كنتفاجئ بانه كتحول من صالحي لضدي. كانت كنت كانت خصني ما عطانيش الفلوس، ما عطانيش هو ما نفذش عليه، لانه هو فاش مشيت انا باش ننفذ عليه كانت هي دخلت الاستئناف، قال لك حتى تدوز الاستئناف. منين ينتهي، منين كتنتهي الاستئناف يمكن لك عاد تشوف الاستئناف باش غادي تنطق. فاش مشيت انا فاش من بعد الاستئناف صور بلاص، ماشي ما عطاوكش شي فرصه فين تهضر ولا فين تدور ولا فين في البلاصه، جاني التنفيذ بانك خصك تخوي الدار. حضرات المحاميه ديالي وهذاك والو، راه حتى الحكم الادلاء بالمحاضرات المحاكم اللي داروا في المرافعات اللي كانوا في الجلسات راهم كاينين عندي هنا. كنقول لك الحكم في الاخر، في الاخر كاع كنتفاجئوا بان هذا السيد هذا، هما في الحكم تيقول لك كاين عند في نفس الصفحه تيقول لك غير مصادق عليه بكذا كذا، خصو يعطي السيده رزقها. تحت السطوره الاخرين مصادق عليه
وصالح الحكم كاد الفلان بن فلان. الا ما عطاونيش رزقي هاد الناس ما غاديش نخرج لهم انا من هنايا، غير ما يا اما يعطوني رزقي يا اما يديو روحي معاها. داو لي رزقي غير يديو لي روحي معاه، الا ما كنتش كنستحقها ولدي الله يسهل لي فيها. اما باش يدي لي رزقي هكا بالنصب والاحتيال ونصب عليا، بدا كيساومني تيقول لي الا بغيتيني نتكاتب معاك تزيديني وتزيديني وتزيديني. اذا انا هاد السيد هذا وعندي دلائل ديال النصب، لا بغاو يتاكدوا. الحمد لله كما قال الاخر المخزن راه كلشي كما قال الاخر كيبغي يتحقق منا في دقيقه هاد المكانه، راه الحمد لله المخزن ديالنا راه كما قال الاخر حتى حاجه ما كتصعب عليه.